أهلا بكم. قطاع غزة إذن يعد من الأكثر المناطق كثافة في السكان في العالم، عاش أياما صعبة على وقع هجوم إسرائيلي مكثف. هذا القطاع البالغ مساحته نحو 365 كيلومترا مربع تكبد خسائر فادحة في الأرواح والمباني والبنية التحتية. ملف القطاع كان حديث الشارع ومنصات التواصل العربية والعالمية هذا الأسبوع. كيف سيواجه أهل القطاع الساحل آثار هذه الأزمة؟ نتابع. معنا من قطاع غزة الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي. أهلا بك سيد صلاح عبد العاطي. طبعا في متابعة يومية ومنذ أكثر من 11 يوما رأينا بأن غزة عاشت حروب عدة منذ عام 2008 أيضا، لكن هذه المرة مختلفة. هناك دعم خارجي كبير من فنانين ورياضيين ومؤثرين. رأينا مثلا اللاعب بوجبا يرفع العلم الفلسطيني في ملعب الأولد ترافورد. كيف ترى هذا النوع من الدعم؟ بداية مساء الخير لك ولجمهور المشاهدين. نحن نتحدث عن تضامن غير مسبوق نتاج صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا التضامن بأشكاله المختلفة سواء من لاعبين، من كتاب، من فنانين، من مسيرات غمرت الكرة الأرضية وأرجاء المعمورة في الولايات المتحدة الأمريكية، في أمريكا اللاتينية، في أوروبا، في آسيا وفي أفريقيا وفي دول مختلفة من العالم، ناهيك عن العالم العربي. تضامن في ذلك كل حر وشريف يدرك تماما بأن الاحتلال هو المتسبب في معاناة الفلسطينيين، وبأنه جذر المشكلة في هذه المنطقة، وبأنه هو التهديد الرئيسي للأمن والسلم الدوليين ولحالة حقوق الإنسان. وبالتالي غزة اليوم وما حدث في القدس من أعمال تطهير عرقي وما حدث في قطاع غزة من جرائم غير مسبوقة، سبق وأن فعلا أن تعرض القطاع لثلاثة حروب عدوانية ولحصار خانق مفروض لمدة 15 عام ترك تداعيات كارثية على حالة حقوق الإنسان، ولكن هذه المرة هناك كثافة في النيران استخدمتها في خلال الحرب الإسرائيلي. سيد عبد العاطي، هل تعتقد بأنه هذا النوع من الدعم سيساعد في حل هذه الأزمة جذريا؟ نرى تفاعل دائما من قبل المؤثرين والفنانين واللاعبين، لكن هل ترى حقيقة بأنه يغير في مجرى الصراع؟ نعم، هذا يغير في مجرى الصراع استفادة من تجربة جنوب أفريقيا. الصراع يتم حله بطرق بمقاومة شاملة بكل الوسائل والأشكال بما فيها حركة التضامن وتناميها، هذه الحركة التي تضغط على حكوماتها للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية وفق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي حاول الاحتلال ولا يزال تثبيت بديلا منها شريعة الغاب. فمنذ احتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية لم يحترم أي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، كما أنه يستمر في مماصلة جرائم الاستيطان والتوسع والضم وجرائم التهويد والأسرة في مدينة القدس والانتهاكات بحق المعتقلين وجرائم الإعدامات بدم بارد خارج إطار القانون على الحقائق، وفي قطاع غزة يمارس عدوان وحصار. وبالتالي المشكلة وجذر المشكلة والاحتلال الإسرائيلي، لذلك مطلوب من الكل التحرك في كل الميادين، إضافة إلى أن ذلك يعني أن المؤسسات الرسمية والدولية كالأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن بعد أن فشلا في القيام بأدوارهم المناطة بها بسبب الفيتو الأمريكي الحاضر دائما لقطع الطريق على المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته، هذا يدفع في حركة التضامن وتناميها ويرفع طيب. أيضا من منسوب خط المقاطعة. نعم سيد صلاح، ولكن احنا شفنا في الفترة الماضية ما وصف بتضييق من منصة فيسبوك على الرأي الفلسطيني خلال هذه الأزمة. صحيح الأمر يعني هناك محاولات لحله عن طريق إنشاء هذا المركز للعمليات، لكن
كيف ترى تأثير ذلك برأيك على الأزمة؟ تأثير ذلك أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دور مهم في إيصال حقيقة ما يجري ونقل الحقيقة بعد أن حاولت وتغير بعد التغيرات التي جرت في وسائل الاتصال ووسائل الإعلام، وبالتالي حلت بدل الإعلام التقليدي وعلى الأقل أصبح لها دور مهم، وبالتالي لم تعد شبكة نيويورك تايمز ولا واشنطن بوست هي المقررة، ولكن شبكة الفيسبوك والتويتر والإنستغرام تعرضت إلى ضغوط إسرائيلية منذ أكثر من 3 سنوات. هناك اتفاقيات جرت لمحاربة المحتوى الفلسطيني، للأسف الشديد هناك ضغوط تمارس على هذه الشركات، وهناك أيضا شركات دعاية وإعلام جندتها دولة الاحتلال من أجل أن تحسن في صورتها في العالم وفشلت، وخاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير. النشطاء مؤخرا ابتكروا طريقة في تقليل تقييم شبكة الفيسبوك، لأننا لم نستطع أن نصنع وسائل اجتماع إعلام اجتماعي عربية أو دولية أخرى، وبالتالي ضغطوا على شبكة الفيسبوك لكي تتراجع عن انتهاكاتها لحرية الرأي والتعبير وعن انحيازها للرواية الإسرائيلية، وبالتالي أثرت هذا الانحياز على حجم مواقع طيب. إعلامية ومؤسسات حقوقية ومؤسسات إعلامية، مما أثر على وصول الصورة والحقيقة لعدد كبير من المواطنين، إضافة إلى إغلاق العديد من الصفحات التي كانت تحتوي على ملايين المتابعين. بما أنك تعيش اليوم في القطاع سيد صلاح عبد العاطي، رأينا مشاهد للدمار الذي أحدثته هذه الغارات الإسرائيلية، لكن حدثنا عن ما ترتب عنه من أوضاع سيئة عشتها في الأيام الماضية. منذ 10 أيام واليوم 11، ونحو دولة الاحتلال تشن عدوان غير مسبوق في كثافة النيران، استخدمت أسلحة محرمة دوليا، استخدمت قذائف F-35 والF-16 في مناطق سكنية مأهولة بالسكان، وكما ذكرت في تقديمك هذه مساحة انقطاع 365 كيلومتر مربع، يعيش فيه 2,250,000 فلسطيني، 52% من تركيبة السكان هم أطفال، يعانون من نقص في الكهرباء والخدمات المقدمة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وأيضا يعانون من ظروف صعبة، ومع ذلك يشن عليهم عدوان هدفه تدمير استهداف المدنيين، حيث وصلت حصيلة الشهداء إلى 232 شهيد، نصفهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وأيضا حصيلة الجرحى أكثر من 1670 جريح، نصفهم أيضا من الأطفال والنساء وكبار السن والصحفيين والأطباء، وبالتالي هناك تعمد في استهداف المدنيين ومن أجل الضغط على الفلسطينيين، إضافة إلى تعمد استهداف الأعيان المدنية بتدمير الوحدات السكنية. نعم. تم تدمير 5 أبراج سكنية، إضافة إلى 32 مكتب ووسيلة إعلام بهدف منعها من التغطية وأيضا وإعادة عملها، إضافة إلى تدمير 64 مقر حكومي ووزارة حكومية وخدمية ومقر شرطي، إضافة إلى تدمير 38 في هذا المجال. نعم. الثالث يعني سيترك أثار وخيمة، عدا عن تدمير البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والشوارع، أي جعل وهذا يعني جعل حياة السكان المدنية في مستوى الكارثة الإنسانية.